ولمناقشة هذا الملف بشكل أوسع تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك دكتورة. أهلا مرحبا. دكتورة، اللجنة المالية البرلمانية قالت إن العراق مقبل على كارثة مالية واقتصادية بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية في الأيام الأخيرة. ما شكل وطبيعة هذه الكارثة التي تشير أو تتكلم عنها اللجنة البرلمانية؟ شكرا لكم، مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين. في الحقيقة نحن كنا أمام موازنة وضعنا فيها كما ذكرتم أيضا في تقريركم سعر البرميل هو 53 دولار، وبالتالي الآن وصل إلى 30 دولار، وإحنا أيضا نبيع أقل من 30 دولار وناقص 8 اللي هي تروح للجولات الخاصة، ناقص 8 دولارات يعني من كل برميل نفط نحن نبيعه. بالنتيجة يعني نصل إذا حسبناها بهذا الحساب وإذا بقى على هذا السعر 30 دولار سعر البرميل، يعني معناها إحنا راح تكون الإيرادات المستحصلة من النفط تقريبا من 35 إلى 40 مليار دولار سنويا. في الحين كان متوقع يعني حسب ما هو كان مثل ما ذكرنا 53 دولار للبرميل، يعني نحصل حوالي 72 وممكن في 72 مليار دولار، وفي احيان اخرى نبيع اكثر من 53 دولار للبرميل، فكان ممكن ان تصل الى حتى 95 مليار دولار الايرادات النفطيه. اذا بين هذا وذاك ذلك فرق شاسع، وكما ذكرتم في تقريركم ان هناك 51 مليار دولار العجز. نعم هذا صحيح، هذا ممكن ان يحدث اذا في حاله بقاء. طيب دكتورة، يعني نتوقف عند العجز الكبير الذي يمكن ان يحصل في الموازنة المالية لهذا العام نتيجة الهبوط المتوقع ان يستمر. كيف ستسير الحكومة الموازنة وتتعامل مع هذه الأرقام وهذا النقص الكبير في عام 2020؟ نعم، يعني كما تلاحظون من المشاكل المهمة الواضحة في هذا الموضوع أيضا أننا لحد الآن لم نقر موازنة 2020، وبالتالي يعني نحن أمام أيضا مشكلة، لا نعلم ما هي الإيرادات ولا نعلم كيف ستكون هي الموارد الاقتصادية، وهذه أول مشكلة حدثت الآن هو بانخفاض أسعار النفط اللي احنا معتمدين اعتماد كلي عليه. إذا أننا أمام مشكلة، كنا في السابق نعول على أن الموازنة كانت يعني مجموع الإنفاق فيها تحدد ب 135 مليار دولار هذه السنة 2020، وبالتالي فإحنا راح يجي فقط 40 مليار دولار أو أقل، يعني معناها إحنا أمام مشكلة كبيرة جدا، أما أن نقترض من جهات أجنبية أخرى أو أننا نلجأ إلى السندات وإلى سندات الخزينة وسندات وإلى الاقتراض الداخلي وإلى آخره. نعم، وهذا هو بحد ذاته مشكلة. نعم. طيب دكتورة، نتوقف هنا للسؤال عن المواطن العراقي، هل سينعكس ذلك على المواطن العراقي؟ هل سيدفع المواطن ثمن هذا العجز؟ نعم أكيد المواطن العراقي، يعني هو من أول للتالي هو المواطن العراقي يدفع هذا العجز. بالتالي اننا سنلاحظ يعني الدوله سوف لن تستطيع طبعا خلق وظائف، او انها يمكن تصل الى مرحله على الرغم من انهم اشاروا بعض المسؤولين انهم سيستطيعون يعني التوفيق في توزيع الرواتب، اذا بقت على هذه الحاله حتى هذه الارقام على هذه الاحوال حتى الرواتب ايضا ستصبح مشكله، وبالتالي حتى ما كنا نشير له في الموضوع بانه هذه السنه هي موازنه رواتب سوف يكون هنالك عجز في هذا المجال، لاننا اساسا لدينا عجز في الاحتياط الاجنبي، لدينا عجز في الحساب الجاري، ما بين 2018 و2019 هنالك انخفاض كبير وواضح، وبالتالي يعني الاعداد الموجوده في الاعداد الموظفين الموجودين في دوله العراق هو يتراوح ما بين 4 الى 6 مليون موظف، هذا العدد الرقم الكبير من أين سنأتي؟ إضافة إلى المتقاعد يصل إلى 8 مليون، من أين سنأتي بالتوفيق بموازنة نستطيع أن يعني نقدم فيها رواتب هؤلاء وإلى آخره؟ إذا المشكلة أكيد ستنعكس على المواطن العراقي بالدرجة الأساسية. طب دكتورة، يعني هل تعتقدين أن الحكومة في صدد الآن البحث عن مخرج اقتصادي أو خطط لمواجهة هذا التطور الخطير؟ نعم، يعني في الحقيقة
الحقيقة إحنا كما لاحظنا هذه الحكومة هي حكومة ذات قدرات منخفضة جدا، وبالتالي سوف لن تستطيع أن تحصل أو تحقق أي إيرادات خارجية، لأنها هي أساسا لا تعي ما موجود لديها وكيف تتعامل معه، وبالتالي واجهتها الآن مشكلة جدا كبيرة وغير متوقعة، يعني في الأحوال التي خلطت جميع الأوراق، الانخفاض الكبير الذي حدث في أسعار النفط، هذه الصدمة النفطية الجديدة التي نحن بصددها هي خليط من مجموعة أوراق ما بين عدم اتفاق على سقوف إنتاج أوبك ومع روسيا، الكورونا وإلى آخره، انخفاض استهلاك الصين، كل هذه العوامل هي ليست في الحسبان، وبالتالي هذه الدولة هي يعني دولة العراق الحالية التي هي تقوم بتسيير الأعمال إلى آخره، هي ليس بمقدورها أن تفكر، لأن هي أساسا تفكيرها محدود وضيق، وبالتالي سوف لن تجد مشكلة أو حل أو بديل للخروج من هذا. شكرا لك دكتورة هداب فالح الكبيسي، أكاديمية وباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية.